بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. الإصحاح الأول من سفر عزرا بركته على جميعنا، آمين. نقرأ أول 4 آيات. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا، فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم. وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا، آمين. في الآيات التي قرأت على مسامعكم هذا المساء المبارك، وهي تروي حادثة هامة جدا في تاريخ كل الشعب اليهودي، وكحادثة تاريخية في الكتاب المقدس نتمسك جدا بفهمها، لكن هناك ملامح لا يمكن تغافلها أو تناسيها أبدا. فالله نبه كورش الملك الغير مؤمن لكي يطلق شعب الله المؤمن ويرجعوا من بابل من أرض السبي، وكان نداؤه صريح وحاسم وقاطع جدا ونافذ على كل النفوس وثنيين أو يهود. صحيح ليس كل اليهود عادوا من السبي، إنما غالبية اليهود رجعوا من أرض السبي إلى موطنهم إسرائيل في السنة الأولى لملك كورش ملك فارس. بدأ الله نفسه يتعامل مع هذا الإنسان، فهل لأنه غير مؤمن الله لا يستطيع التعامل معه؟ حاشا وكلا، إنما الله يستطيع أن يطوع كل إنسان وكل خلقته لأجل إظهار مجده ولأجل مجده على كنيسته يرى. فبدأ الموضوع بنداء كورش في كل مملكته التي امتدت إلى مساحة كبيرة، وكان كلامه يحمل أمر عجيب أن يتم بناء هيكل لله في أورشليم، مع أن هذا الملك كورش غير مؤمن بالله. وبدأ فعلا الشعب في العودة من السبي، وبدأوا يفكرون جديا بتنفيذ أوامر في بناء هيكل لله في أورشليم، وتكررت كلمة أورشليم وتكرر التي في يهوذا لأجل الانتماء الكامل يكون معلن. عايز أتكلم بعنوان رجوع بعد دموع، رجوع بعد دموع. هقول أول كلمة البداية نداء، البداية نداء. أول آية بيقول: وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس. مين اللي كاتب سفر عزرا؟ هو عزرا نفسه الكاهن والكاتب. مين هو عزرا؟ عزرا ده اسم عبري معناه عون، معناه عون.
وهو اسم كاهن من ضمن اللي رجعوا من السبي، بس على ما يبدو انه كان اكثر الكهنه تقوى واهتمام ومشغوليه ببيت ربنا وبناء هيكل الله. فبدأ ربنا يبص كده، ودايما ربنا على ما أتصور يبص من فوق في السماء كده، يقعد يدور على واحد قلبه كذات السماء في النقاوة عشان إيه يشغله لحساب مملكة المسيح. فكان عزرا بهذا الشكل من ضمن اللي رجعوا من سبي بابل مع زربابل القائد للناس وللشعب معاه. حصل ان في السنة الاولى، بس عايز اقول لما تقروا اخر اصحاح، وده تلاقوه مفتوح مع اول اصحاح، اخر اصحاح في اخبار الايام الثاني، هتلاقوا نفس اول 3 4 ايات قريناهم النهاردة مكتوبين في ايه؟ في اخر اصحاح من اخبار الايام الثاني. ويغلب ان اللي كاتب سفر اخبار الايام الاول والثاني هو عزرا الكاهن، زي ما اتفقنا واتكلمنا في المرات اللي فاتت. لكن سفر أخبار الأيام الأول والتاني عند اليهود في الأسفار العبرية هم سفر واحد بس، ومعاهم سفر عزرا كمان، يعني 3 أسفار دول هم عبارة عن سفر واحد عند اليهود. السفر بيتكلم بوجه عام كده عن الفترة الزمنية اللي كانت فيها الحكم الفارسي، واليهود كانوا عايشين في وسط زربابل كقائد لليهود، واليهود هم في بابل كانوا عايشين طبعا تحت حكم بابل شوية، وبعدين كورش لما هزم بابل بدأ يبقوا تحت حكم كورش، وهكذا. دايما لما دولة بتحارب دولة وتنتصر عليها بتمشي عليها الثقافة بتاعتها، فهتلاقوا برضو بعض الألفاظ الكلدانية في الأصل اللي موجود والآرامية مع الأصل الموجود العبري اللي مكتوب بيه سفر عزرا، وهذا يدل على إن اللي كتبه فعلا عزرا، لأن أثناء السبي اتأثروا باللغة الكلدانية والأرامية وبدأوا يعيشوا متأثرين بأجواء السب. السفر كمان بيحكي عن عودة 50,000 شخص يهودي من أرض بابل، وخلي بالكم العودة دي حصلت زي ما قلت إن بعد ما بابل سقطت في إيدين كورش الفارسي، والناس الفرس دولت هي غالبا منطقة إيران، والمقصود بيها ناس في ذلك الزمان كانوا بيعبدوا عبادة زرادشتية. إيه الزرادشتية دي؟ يعني ناس بيقولوا إن في قوتين أو إلهين في الحياة في الخليقة، قوة خير وقوة شر. قوة الشر متمثلة في المجوس، يعني بيتم التعامل من خلال آلهة الشر من خلال المجوس، واحنا عارفين ان المجوس جم في الميلاد من ايران، من بلاد فارس يعني من ايران. فلازم الناس تجتهد جدا ضد قوة الشر اللي هي آلهة في نظر الزرادشتية، علشان خاطر يقدروا ايه يعيشوا مع قوة الخير. ولكن احنا ببساطة كده بنقول لأمثال هؤلاء، لو في إله للخير وإله للشر كان بمنتهى البساطة ده ما يعجبوش تصرفات ده وده ما يعجبوش تصرفات ده، فالإلهين يتخانقوا، واحد فيهم ينتصر على التاني ويتبقى إيه؟ إله واحد. فاحنا جايبينها من الآخر ونعبد إله واحد. الكلام في الإصحاح ده مكتوب في حدود سنة 538 قبل الميلاد، أو ده التاريخ بتاع عودتهم من أرض سبي بابل.
أول ما وقعت في يد كورش بدأ كورش هو اللي يتحكم، وكانت النتيجة أن الله نبه قلب كورش وبدأ يتكلم معاه ويقول له تطلق شعب بني إسرائيل. يعني كورش هو اللي أطلق بني إسرائيل من العبودية، إذن هو رمز للمسيح، لأن المسيح هو اللي أطلق المسبيين إلى العتق والإفراج. فاكرين روح الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المساكين ولأكرز بسنة الرب المقبولة وأطلق المسبيين في العتق، ده شغل المسيح. فكورش يرمز للمسيح في الحتة دي، إنه بعت الشعب للحرية، وإحنا كمان المسيح حررنا بعد العبودية. كل قديسين وأنبياء العهد القديم كان يتقبض عليهم في الجحيم، ولكن دول قديسين إزاي؟ يقول عنهم الكتاب من بعيد نظروا المواعيد وصدقوها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء مثل كل آبائهم في انتظار المسيا، في انتظار مجيء المسيح الأول. فاللي ماتوا على هذا الرجاء وهذا الإيمان النتيجة كانت صحيحة بالنسبة لهم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ورد أبانا آدم وبنيه المؤمنين إلى الفردوس. السبي بدأ سنة 606، ورجعوا من السبي النهاردة 538 قبل الميلاد، يبقى قعدوا تماما حوالي 70 سنة. هتلاقي حضرتك وانت بتقرأ هتلاقي بعض المفسرين يقول لك لا ده هم قعدوا 50 سنة، وبعدين النداء اللي بدأ بيه كلام كورش بإطلاقهم للحرية كان بعد 50 سنة، إنما تم تفعيل كل الأمور في مدة 70 سنة. ونرجع هنا نفكر، الله طب والسبعين اللي قالها عليها اللي قال عليها ربنا ووعد بها يهوذا بنفسه إن هيطلقهم من العبودية في 70 سنة، مش أكتر من 70 ومش أقل، لأن كلمة ربنا ما بتنزلش الأرض، يبقى إزاي هيطلقوا بعد 50 مش 70؟ ده سؤال بيطرح نفسه. لكن اللي بيقول 50 سنة وأطلقوا بعدها 20 سنة، النداء بتاع كورش ده كان ليه أهمية شديدة خلال 20 سنة كمان. هو بيقصد إن زي ما السيد المسيح في متى 24 اتكلم وقال إن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام، يعني ربنا هيتحكم أهو في الأرقام بتاعة الأيام. إلا إني أنا قناعتي الشخصية الصراحة يعني إن لا، هم قعدوا 70 سنة كاملة زي ما ربنا قال، إنما حكاية 50 وبعدين نقول ربنا خفف ومشاهم بعد 50 بس حسن سير وسلوك، يعني حاجة كده مش مضمونة مع المفسرين. أكمل الكلام وأقول إني بعد عودة 50 ألف شخص يهودي من السبي حصل النداء من كورش. كورش كلمة عيلامية، لأن عيلام دي كانت قريبة من إيران اللي هي فارس، فهو كان مولود غالبا في عيلام. كورش كورش كلمة عيلامية معناها راعي أو شمس. المفسرين اللي بيقولوا شمس بيقولوا يبقى كورش رمز تاني لشمس البر الرب يسوع المسيح، لأن مكتوب لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وده كان رجاء إسرائيل أن يظهر لهم شمس البر الشافي الشافي. طب أمال إحنا في العهد الجديد رجاءنا إيه؟ كانوا في العهد القديم رجاءهم لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، إحنا في العهد الجديد مش منتظرين شمس البر، في مجيئه الثاني منتظرين يظهر كوكب الصبح المنير. تقروها كده في سفر الرؤيا، حينئذ يظهر
كوكب الصبح المنير. دي فيها النعمة، فيها السلام، فيها البركة، فيها النور، فيها حاجات النعمة أكتر من حاجات فيها شمس حارقة شافية وهكذا. فبتوع العهد القديم كان لهم رجاء لطريقة، إحنا في العهد الجديد لينا رجاء لطريقة. كورش بعد سنة من ملكه على بابل، واليهود كانوا تحت إيديه زي ما سقطت بابل، اليهود كمان كانوا تحت سلطان كورش. كورش ملك فارس اللي هي يعني في آسيا الوسطى، مش آسيا الصغرى، لا آسيا الوسطى، وموجودة جنوب شرق عيلام. إنما كورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم أرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته. أطلق نداء بالحرية، رمز للمسيح اللي نادى للمسبيين بالعتق، للي نزل إلى الجحيم من قبل الصليب زي ما بنقول القداس البسيلي، وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا، ده اللي نزل إلى أقسام الأرض السفلى. فبيرمز لكورش في الحتة دي مرة أخرى، ويقول أطلق نداء في كل مملكته. بعد ما نبه رب روح كورش ملك فارس أطلق نداء في كل مملكته، وبالكتابة أيضا قائلا أطلق نداء في كل مملكته. هو ليه ما قالش في فارس وخلاص؟ لا، لأن كانت مملكة كورش ممتدة شوية لغاية الهند، وممتدة لفوق شوية ناحية عيلام وناحية أشور. ففي بعض اليهود كانوا موجودين في أشور، لأن كان في برضو سبي لليهود في أشور، ولكن اللي رجعوا من السبي 50,000. طب وبقية اليهود ما رجعوش؟ طب ما رجعوش إزاي وهم كانوا مستنيين السبي الإفراج ده بفارغ الصبر؟ يقول لك ناس عاشوا 70 سنة من حياتهم وأكتر، فعملوا شغل، عملوا تجارة، بنوا بيوت، أسسوا شغل ومصالح، فما رضيوش، قالوا خلاص احنا استقرنا في بلاد بابل وفارس وخلاص مش مهم نرجع لبلدنا. بعض اليهود عملوا كده فعلا، لكن غالبية اليهود رجعوا بكل تأكيد. إلا أني السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي ملك غير مؤمن بإله اليهود، إزاي إله اليهود ينبه روحه ويقول له اطلق شعبي؟ طب ما هو نفس الكلمة اللي كان بتتقال فرعون، اطلق شعبي، ربنا اللي قالها لموسى وهارون، وموسى وهارون هم اللي يبلغوا الكلام بتاع ربنا لكورش أو لفرعون في ذلك الزمان. تم إطلاقهم بهذا النداء. النداء ده غالبا رسل الملك كانوا ياخدوا بعضهم وتمشوا في الشوارع بس بتاعت المدن الرئيسية فقط، ويروحوا قايلين للناس يا جماعة كورش ملك فارس بيقول إن كل الشعب اليهودي يروح أرض إسرائيل مرة تانية. وكتب نفس الكلام وتعلق على الحيطان بالتفاصيل الإدارية لتنفيذه، عشان يضمن الملك كورش إن الكلام هيتنفذ بمنتهى الدقة. في السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم أرميا. أرميا كلمة عبرية معناها الرب يؤسس أو الرب يثبت. نبه الرب روح كورش أداة وآلة في إيدين ربنا كان كورش الملك، يقول له نفذ وأطلق، فسمع الكلام ونفذ وأطلق شعب بني إسرائيل. نبه الرب روح كورش ملك فارس
فأطلق نداء في كل مملكته بما فيها أشور كمان، فرجع من أسباط بني إسرائيل ال 12 ناس كتير من اللي كانوا كمان في أشور، لأن النداء كان في كل المملكة مش في مدينة واحدة بس، وبالكتابة أيضا كتنفيذ وتفصيل للحكم إزاي يتنفذ، قائلا وهيبتدي يقول التفاصيل بتاعت النداء الأول. أنا عايز أقول كلمة تاني بعد البداية نداء، عايز أقول أهم بناء، يبقى البداية نداء وأهم بناء. آية 2 بتقول هكذا قال كورش ملك فارس، وكورش ده صحيح اتوفى سنة 529 قبل الميلاد، لكن كانوا في الأول رحوله، أو زي ما بيقول يوسيفوس المؤرخ إن راح كلام ونبوات أرمية ونبوات أشعية، خاصة أشعية 44، رحوله بواسطة دانيال أو كتير من بعض الأنبياء، فقالوا له بص أنت تنفذ الكلام اللي موجود هنا. فتأثر كورش جدا، وبرغم أنه راجل غير مؤمن لكن كان مؤدب قوي. أحيانا تلاقوا المؤمن مش مؤدب خالص، وأحيانا تلاقي غير مؤمن ومؤدب ومتربي وابن ناس ويعرف ربه. يعني صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس في أحيانا كثيرة للأسف. ليه بنتعلم من الوحش ونستمر وحشين أكتر منه؟ هنا الملك برغم أنه وثني زرادشتي فارسي مش بيؤمن بالله، إلا أنه كان أخلاقه عالية، وأنا دايما بأكد لكم أن اللي أخلاقه عالية مش هيروح السماء. الأخلاق العالية دي شرط لحياته هنا على الأرض، ممكن ياخد بيها ترقية، ممكن يحبوا الناس هنا على الأرض، دي مكافئته، مكافئة الأخلاق العالية هنا على الأرض. إنما الأخلاق العالية ما توصلش السماء، اللي وصل للسماء الإيمان، الإيمان بإن الله فدانا وخلصنا في شخص ابنه يسوع المسيح، ودفع الثمن كامل وعاش عيشتنا وحس بإحساساتنا وصار مجربا مثلنا، هو ده اللي وصل السماء. لكن إن واحد أخلاقه عالية، ما أنت تروح تلاقي واحد بيعبد تمثال بوزة صنم وبيولع قدامه شمعة، ومع ذلك أخلاقه عالية وراجل كويس ومتدين برضه وكل حاجة. إنما شرط وصول السماء زي ما قال الكتاب، بدون الإيمان لا يمكن إرضاؤه، بدون الإيمان لا يمكن إرضاؤه. ربنا كان وعد برجوعهم من السبي بعد 70 سنة، وفي الحدود دي بدأ يرجعوا بتنبيه قلب كورش إن يطلقهم من كل مملكته. فكتب وقال هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء. سؤال بيطرح نفسه، مش احنا عمالين بنقول ان كان غير مؤمن بإله السماء، ده كان بيؤمن بالزرادشتية، وكان بيؤمن ان في إله للخير وإله للشر، وكان بيؤمن بمرودخ إله من الآلهة الوثنية. كان ولاء كورش لمرودخ، دي مكتوبة في النقوش والآثار التاريخية في المعابد والاكتشافات الأثرية. وبرغم إن أخلاقه عالية وكان سمح لليهود ويسمع كلام ربنا وينفذه وأطلق بني إسرائيل للرجوع من السبي، إلا إن في نفس الوقت كان ينسب كل فتوحاته وبطولاته كملك للإله مارودخ. فحاجة عجيبة، وقد إيه الإنسان يا جماعة دماغه دي مريحاه،
قد إيه الإنسان صعب فعلا. ناس تشوف النور خارج من قبر المسيح وهم اللي مفتشين إن ما يكونش فيه أي أمور للتلاعب، ومع ذلك مش قادرين يؤمنوا إلى هذه اللحظة. شيء عجيب وأمر متعب جدا. الأمر بتاع كورش زي ما نادى المسيح للمسبيين بالعتق، زي ما بينده فينا كل يوم بالتوبة، وعلى رأي الشاعر قبورنا تبنى قبل أن تبنى، فليتنا تبنى قبل أن تبنى. أكمل الآية بتقول جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء. هنا هو بيستخدم اسم الإله بتاع اليهود، هو مش بيقول إله السماء يبقى إلهي أنا اللي بعبده، هو بيقول يا جماعة إله السماء اللي انتم مسمينه كده حضرات اليهود هو اللي قال لي أطلقكم، وأنا بحترم يعني. وأكيد سمعت عن خروجكم من أرض مصر، فأنا برضو إيه متعاون وراجل مهذب وكده، وبحترم كل الديانات وبأمر بخروجكم بحسب إلهكم اللي انتوا عارفينه. إله السماء أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. وهنا كورش رمز للمسيح اللي بنى الكنيسة، وعلشان بنى الكنيسة فتسمعوا الآيتين دول وتفهموهم ما تنسوهمش. هكذا أحب الله العالم كله، لكن لما اتكلم عن حب المسيح قال لك هكذا أحب المسيح إيه؟ الكنيسة فقط، ما قالكش هكذا أحب المسيح العالم كله. فالله يريد الكل يخلصون، لكن المسيح دفع الثمن بتاع بناء الكنيسة. والكنيسة قبل ما تكون خرسانة هي قلوب بمحبة المسيح شبعانة. فاوعى في يوم من الأيام يكون حد فينا بيدخل هنا بيت ربنا ويكون قلبه مش على قلب المسيح، زي ما داود النبي كان إيه يتقال عنه كده، وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي. ادخل بيت ربنا عينك على صليب المسيح، هتلاقي الدرعات مفتوحة وبيرحب بيك وليك مكان. إنما لو تدخل بيت وتلاقي أحضانه مقفولة، أقول لك يبقى من حقك تحس باليأس والفشل والإحباط وتدور لك على سكة أخرى، لكن ليس بأحد غيره الخلاص. وبدون الإيمان لا يمكن إرضاء الآب السماوي. جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. أور يعني نور، شليم يعني سلام. تترجم أحيانا كلمة أورشليم لمدينة السلام أو نور وسلام، هي معناها الحرفي كده، أور يعني نور، شليم يعني سلام، اللي هي جاي من شالوم. أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. يهوذا كلمة عبرية معناها يحمد الرب، يعني واحد بيشكر ربنا. هقول كلمة تاني بعد البداية نداء وأهم بناء، هقول آخر كلمة وضوح الانتماء. وضوح الانتماء، آية 3 و4 بتقول من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم. وخلي بالكم بيقول لك يصعد إلى أورشليم، هو بيقصد صعود جغرافي، يعني أورشليم مبنية على مرتفع بالنسبة لبابل. المرة دي لأ ما يقصدش كده، إنما بيقصد معنى أهم من كده. ده بيقصد إن دايما اللي بيفلت من العبودية من السبي بتاع إبليس ليه هو رايح في اللي فوق، بيصعد إلى فوق. دايما التايب طالع لفوق،
مش نازل لتحت أبدا. فاكرين ابن أرملة نايين يقول لك وفيما هم خارجون من المدينة، بس ما قالش خارجون، قال إيه؟ نازلون من المدينة. مدينة كانت مرتفعة وهم معاهم واحد ميت، فنازلين بالميت دايما، الموت نزول. طب والمسيح كان رايح المدينة، يبقى المسيح كان إيه؟ في الصعود. يبقى دايما الحياة صعود، ودايما الموت والخطية هبوط ونزول. فهنا بيقول ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. طب ما احنا عارفين ان بعض الناس من اليهود ما قالوا احنا مستقرين خلاص في بلاد فارس وبلاد بابل وإيران وكل الكلام ده ومش راجعين تاني. قال لك طب خلاص على الأقل كورش بيحسهم على التبرعات، يقول لهم طب خلاص اتبرعوا لبيت ربنا، خليكم زي ما انتوا قاعدين في اللي انتوا هتقعدوا فيه، بس على الأقل اتبرعوا لبيت ربنا وبناء هيكل الله. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. إسرائيل معناها الممدوح من الله، هو الإله الذي في أورشليم. كورش بيقول هو الإله الذي في أورشليم، يعني هو كورش بيشوف بعينه الإله في أورشليم، ما يقصدش كده، إنما هو عايز يقول أي حد منكم يا حضرات اليهود بعد إطلاقي لكم من السبي رايحين أورشليم، فأنتوا رايحين عند البيت بتاع الإله بتاعكم إله السماء. البيت هو اللي فين؟ في أورشليم. فعشان كده قالها بالطريقة دي، قال لك هو الإله الذي في أورشليم، مش معناه إن في صنم هناك لبني إسرائيل كإله ليهم، لا. وكل من بقى، ودي بتفكرنا بالرسالة الأساسية في سفر أشعية عن بقية سوف تعود، ودي من النص العبري كلمة بقى. وكل من بقى، بقى تلاقوها في العبري مقصود بها إيه؟ عودتهم زي ما قال أشعية النبي. في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة. ينجده يعني إيه؟ واحد مثلا ما عندوش ممتلكات وراجع من السبي ورايح يبني بيت ربنا مع بني إسرائيل، ينجدوه يعني يعملوا له إيه؟ يقول لك لا، يعني زي ما بني إسرائيل جم يخرجوا من أرض مصر، راح صار الكلام ليهم إيه؟ استلفوا من كل الجيران، استلفوا منهم أواني، استلفوا منهم ذهب، استلفوا منهم حاجات وأدوات على قد ما تقدروا، عشان انتوا طالعين في صحراء في برية. نفس المشهد ونفس الكلام، نفس الفكر الإلهي. المرة دي بيقول فلينجده أهل مكانه. أهل مكانه دول كلهم يهود؟ لا طبعا، ده فيهم من بني فارس. فبيقول لهم للاثنين، اي واحد يهودي تلاقوه راجع باوامري من بلاد فارس رايح على طول اورشليم، ادوله سواء كنتوا وثنيين او فارسيين او يهود، او يهود قاعدين مش راجعين، ادوا للي راجع فلوس وذهب وفضه. وكرش نفسه فتح الخزان بتاعته راح مطلع فلوس كتيره قوي، واكرم إله السماء إله اليهود، وقال لهم خدوا فلوس كتير وذهب وحاجات عشان يقدروا يبنوا بيت الله. وأكتر من كده رجع لهم الأواني اللي أخذها نبوخذ نصر، قال لهم خدوا الأواني، أنا عارف إن أنتوا في الهياكل بتستخدموا أواني على المذابح، فخدوا الأواني بتاعتكم دي وروحوا صلوا براحتكم في بلادكم، وأنا كورش أمرت بالكلام ده وبدقة في تنفيذه. وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه،
يهودي أو وثني بأمر الملك، وبقوا حتى لو كانوا اليهود اللي بقوا في بابل وما رجعوش، أو فارس وما رجعوش، أهل ما كانوا ينجدوه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب. ليه قال مع التبرع؟ عشان في يهود مش راجعين من السبي، فقال لهم طالما مش راجعين تنفذوا أوامري بأنكم تدفعوا تبرع لبناء الهيكل، لبناء بيت الرب الذي في أورشليم. أنا عايز أقول النهاردة، وإن كنا قلنا البداية نداء وأهم بناء ووضوح الانتماء، كل ما يتكلم يقول هيكل أورشليم الذي في يهوذا، هيكل أورشليم الذي في يهوذا، وهكذا نحن لنا انتماء لشخص مسيح قدوس تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته. فلما ألاقي إنسان متحير وأسلوبه متغير هنا في حياته على الأرض، أقول لك ليه؟ ده المسيح رسم لك الخريطة ورسم لك الطريق وقال لك أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. صحيح بنشوف ناس معاهم حق أموات، لكن الحق لا يموت حتى لو رأيتم أصحابه أموات. صحيح بنشوف هنا في الحياة على الأرض مرار طافح واضطهادات وضيقات، والمجرد إنك مسيحي تلاقي أذية وتلاقي اضطهاد والكلام ده كله، لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته بالمسيح يسوع كل حين. بس بيتبقى علينا أمام كل نعمة بيديها لنا إننا نفرح قلبه. وهعيد وزيد في الحتة دي وأقول إحنا بنفرح قلبه بالتوبة، بس التوبة لما بنتوبها مش لأجل الهروب من جهنم ولا لأجل الطمع في السماء والملكوت الأبدي، إنما بنتوب كنوع من أنواع رد الجميل للي مات بدلنا وعلشاننا. فعلى قد ما نقدر نرد الجميل نرد، على قد ما نقدر نفرح قلبه القدوس نعمل كده. لكن إنسان يفقد الرجاء، يا أحبائي، كورش كان إنسان غير مؤمن، ولكن تصرفه الحلو خلى اسمه مكتوب ومخلد في الكتاب المقدس. ما تنساش كورش مكتوب، وإن كان معنى اسمه حلو راعي أو شمس ورمز للمسيح في بعض الأمور، إنما كورش الملك الفارسي أطلق نداء بعد ما إله السماء نبه روحه، نبه روحه وقال له تسمع اللي أنا بقول لك عليه بالظبط. يمكن من ضمن الأمور اللي بتحصل في حياتنا كتير إن واحد يسمع صوت ربنا وبعدين يطنش، تقول لي إزاي؟ في حين إن ممكن تسمع صوت ربنا بوضوح في حياتك مرة أو اتنين بالكتير في العمر كله، تخيلوا، ومع ذلك تلاقي واحد يسمع مرة كده صوت ربنا ويروح مطنش، يقول لك لا 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 مش ممكن يكون هو. طب ليه يا حبيبي؟ درب ودانك. طيب يسمع صوت ربنا ويطنش ليه؟ ده السؤال. لأن دايما ربنا طلباته مكلفة. تقول لي مكلفة يعني إزاي؟ مش فلوس أكيد اللي بنتكلم عنها، إنما طلبات ربنا مكلفة، لأن هو مش عايز يسيبك تطلب كل حاجة ويديك كل حاجة، إنما عايز يديلك الحاجات بس اللي هتوصلك السماء. فانت حضرتك قاعد وحضرتك زعلانين هنا على الارض ليه؟ عايزين ربنا على مقاس العقل البشري بتاعكم، عايزين ربنا اللطيف الظريف اللي دايما ينفذ كل طلباتكم، لكن هو ينفذ اللي فيه ما يصل بنا الى السماء. هنوصل للسماء
بأكل بشرب بفلوس بغنى هيدينا ده كله، هيدينا أمور توصلنا للسماء بالفقر بالعوز بالاحتياج. كتير بنلاقي أغنياء بيتخلقوا ويتحاوروا ويسبقهم واحد فقير على إيه؟ على السماء وعلى الملكوت. علشان كده أهم درس النهاردة في كل اللي قريناه من سفر عزرا هو إن إحنا صار لنا النداء، ارجعوا إلي أرجع إليكم، ووفر كل السبل حتى إنه استخدم واحد غير مؤمن. هحكي الحكاية دي وأختم الكلام النهاردة في حكاية إن ربنا استخدم واحد غير مؤمن. شوفوا يا جماعة، في يوم من الأيام كنت راجع من دير أبو سفين في طمون، طبعا أنا شفيعي أبو سفين، فوأنا راجع اتأخرنا قوي أنا والمدام، وفي اليوم ده ما كانتش معايا العربية، فعدنا العبارة في النيل وبعدين وقفنا كده عند المعادي وكان معايا، فقلت يعني ربنا يلطف بقى أنا دلوقتي هرجع متأخر. شاورت المدام كده قلت لها بصي شايفة كل العربيات دي جاية زحمة ومليانة، ولا تاكسي راضي يقف لأسيس ولا في ميكروباص جاي فاضي نركب احنا الاتنين. والكلام ده كان سنة 2000. فقالت لي اه صحيح ده احنا كده هنتأخر قوي وهتروح يعني يحصل لك مشكلة. قلت لها لا يعني ربنا يتمجد. فبعدت عنها شوية كده وبعدين رحت مصلي صلوة صغيرة قوي، قلت له يا أبو سيفين أنا كنت بزورك فما تكسفنيش، ما تحطنيش في الموقف ده، فأنا عايز إيه أوصل في المعاد. وبصراحة شديدة كان مستحيل أوصل في المعاد لأن كان خلاص الوقت أزف وباقي 20 دقيقة بس، فعشرين دقيقة من المعادي يعني بعد كنيسة العدل المعادي لغاية هنا كان حاجة صعبة. فاللي حصل إني لقيت عربية مرسيدس لونها زيتي جاية بسرعة شديدة جدا وفي إشارة مرور حمراء، يعني الطريق واقف وفي الإشارة الشرطة العسكرية يعني المفروض محدش يتهور يعني. وبقول للمدام شايفة في واحد يبقى متهور كده يمشي بالسرعة دي قدامه إشارة وشرطة عسكرية؟ قالت لي اه صح. ايه ده؟ قلت لها احنا في ايه ولا في ايه، خلينا في اللي احنا فيه. قالت لي صحيح. وبعدين لقيت العربية دي بترجع بظهرها وراح وقف قدامي شاب صغير جوه العربية، راح مشاور لي وراح مكلمني. فرحت له خير؟ قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا رايح الكنيسه. قال لي طيب اركب انا اوصلك. قلت له بس مش عايز اعطلك ومش عايز مش عارف ايه وحاجات كده، مع ان انا عايز اركب طبعا. فقال لي لا اركب بس. ركبت وبعدين لقيته عمال ايه يمين وشمال يمين وشمال يمشي بسرعة شديدة، وصلت بالظبط 6:30 زي ما أنا عايز. أنا قلت الله، إذا كان المسألة بالشكلية طبعا ما شفتوش بعد كده يعني خلاص فص ملح وداب يعني. ولما سألته أنت رايح فين قال أنا رايح الكنيسة. طب أنت رايح الكنيسة أنت جاي منين؟ قال أنا جاي من المنوفية. طب جاي من المنوفية رايح الكنيسة اللي أنا رايحها؟ حاجة طبعا كده. فأنا قلت خلاص يبقى كده شيء عظيم جدا، أي وقت يبقى عندي فيه مشكلة أكلم أبو سيفين، أكلم الرب يسوع، أكلم أمي العذراء، أتصرف بقى. فجيت ماشي بالعربية مرة وبعدين سمعت صوت حاجة فرقعت بس قدام عند محطة الكهرباء هنا قبل ركن فاروق، كاوتش فرقع. وبعدين نزلت عايز اغير الكاوتش وانا بقى بشمر كده ويعني جدع برضه قسيس جدع يعني،
فبروح مشمر الجلابية وأقعد أمسك المفك وأفك الكاوتش بتاع العربية وألاقي وشي بقى أسود وإيديا اتصمدت وحاجات زي كده مش مهم، بس بغير بنفسي الكاوتش. فنزلت أبص على الكوريك لقيته مكسور. الكوريك ده اللي هو بيرفع العربية، العربية بوزنها 800 كيلو أو 1000 كيلو، فعشان تترفع بيبقى في حاجة بسوستة كده اسمها كوريك. فلقيته مكسور، قلت يا نهار أبيض، الدنيا ضلمة وأنا والمدام في العربية والدنيا مش حلوة خالص والكلام ده كله. فقالت ما تنزل تتصرف. قلت لها أنزل أتصرف يعني أعمل إيه؟ فأشاور لتاكسي يقف يصلح العجلة بتاعتي. وبعدين قلت الله، هو أنا أتصرف ليه بنفسي؟ ما أنا عندي سابقة قبل كده. فروحت راجع واخد بعض كده إيه في ظهر العربية وشوشة وشوشة كده بيني وبين أبو سيفين. قلت له أبو سيفين مش إحنا قبل كده مش عارف إيه؟ ف تمام يعني، فلو سمحت أنا عايزك كده عشان خاطر يسوع تنجيني من الموقف اللي أنا فيه ده، لحسن المسألة أزمة أوي، الدنيا ليل أوي، ولو جه أتوبيس الهيئة كبير هيقفل الشارع كله وأنا واقف بطريقة وحشة وغلط يعني في الشارع. مفيش 5 دقايق بالظبط بصيت لقيت ميكروباص محمل ناس جه وقف جنبي، فاتضايقت جدا. قلت الله، طب لو جه أتوبيس الهيئة دلوقتي هيعدي إزاي؟ وبعدين كله يبص لي أنا بقى القسيس اللي في الشارع. فقلت لا ما ينفعش الكلام ده، ففضلت واقف متغاظ كده بص على السواق راح ناديه لي. فروحت كلمت السواق قلت له انا مش هركب معاك. قال لي انا ما بقولكش اركب معايا. قلت له امال انت عايز ايه؟ قال لي انا بقولك انت محتاج ايه. طب هو يعرف ان الكوريك مكسور؟ ما يعرفش. فقلت له طيب لو سمحت انا الكوريك لقيته مكسور فعايز كوريك ارفع العربيه. فنزل من العربيه وفتح شنطه الميكروباص من ورا وراح مطلع كوريك بيسموه كوريك تمساح، ده احسن حاجه بتبقى موجوده يعني، ومقفول بالكرتونه بتاعته والبلاستيك بتاعه ما اتفتحش خالص خالص محدش استعمله. قال لي اتفضل خد الكوريك اهو، صلح العجلة بتاعت العربية بتاعتك ركبها وبعدين ابقى سيبهولي في حلوان. قلت الله، قلت له اسيبهولك في حلوان ازاي يعني؟ اقول اسيبه في انهي حتة في حلوان يعني؟ فقال لي في محكمة في شارع احمد، في قهوة في شارع احمد انسي، تروح هناك تسيب لي الكوريك ده ولما يسألوك انت بتعمل ايه قول لهم أنا سايب الكوريك ده للأسطى محمد محكمة. ده مين اللي بعته؟ أبو سفين الرب يسوع. أي حد، إنما أهو اتبعت، وبرضه زي ما ربنا استخدم كورش ملك فارس ليطلق بني إسرائيل، فصار كورش رمز للمسيح في إطلاقه لأولاده من عتق العبودية وللإفراج. ربنا يباركني ويبارككم وليه المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.